عرفتي اخر خبر؟ لا شو صار؟ انا على المسرح، انا كثير بحب اني مثل، بحب اني بس اكبر اطلع فوت بمجال السيناريو والاخراج والتمثيل. شلونك فوزيه؟ صرنا زمان ما شفناكي ولا فصلوني. هاي انا اسمي كارين عكروش، لبنانيه من المنصوره. انا بنت كثير عصبيه وعنيده. ابن عمي تاج راسي. بس اطلع بالطبيعه بتجيني افكار كثير حلوه، وبتمنى انه لبنان يرجع مثل ما كان واحلى. خايفين، بحس انه لبنان بعد ما بيصير حرب حوالي البلاد، انه ممكن توصل الحرب لعنا ويصير في حرب ويصير خلاف بين الطائفيه. باي.